أهلا بكم في بودكاست شرارة، الأمل من قلب الأزمة. في هذا البودكاست نكشف عن قصص ملهمة من دول تعاني ويلات الصراع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تولد الابتكارات العلمية والحلول الإبداعية من بين ركام الأطلال وعلى وقع القصف. سنستمع إلى أصوات باحثين، علماء، ناشطين يبتكرون في أصعب الظروف. كل حلقة تأخذكم في رحلة عبر تجارب حية لمن يواجهون أزمات قاسية لكنهم يتحدونها بإصرار وإبداع لإيجاد حلول لمشكلاتهم. انضموا إلينا لتتعرفوا على من يشعلون شرارة الأمل. في هذه الحلقة نصحبكم إلى غزة لنستكشف معاً كيف استطاع الغزيون بابتكارات بسيطة تحويل ما هو متاح حولهم إلى مصادر طاقة لتأمين كهرباء وسط الدمار وحصار الاحتلال، حيث الانقطاع شبه الكامل للكهرباء. سنستمع معاً إلى قصص فنيين ابتكروا حلولاً عملية لإصلاح الألواح الشمسية المتضررة من القصف، وأعادوا تدوير البطاريات منتهية الصلاحية ليحولوها إلى مصدر يشع الضوء ويشحن الهواتف، ولتشغيل ما تبقى من أدوات كهربائية وأجهزة لتلبية احتياجات النازحين والأهالي. سنستمع أيضاً إلى مسؤولين يوضحون حجم التحديات التي يواجهها أهل غزة لتأمين مصادر الطاقة، وكذلك إلى المواطنين الذين يعتمدون على هذه الحلول المبتكرة لتمضية ساعات اليوم رغم الصعوبات. في أصعب الأحوال تبقى الكهرباء ضرورية لتيسير الحياة، وتوفيرها تقترب أهميته من توفير الماء والغذاء. من قطاع غزة تسرد لنا النازحة هبة أبو الراس معاناة النازحين وأهمية توفير أدنى قدر من الطاقة، وذلك لتأمين أبسط متطلبات الحياة اليومية وسط الحرب. كلنا بنعرف قديش الطاقة والكهرباء على الأكيد شيء مهم في تسهيل كتير من أمور حياتنا، خاصة توفير الوقت والجهد. قديش كان صعب علينا في كل مراحل نزوحنا من منطقة للتانية، سواء في شمال غزة أو في جنوبها، إنه ندبر مصدر إنارة على أقل مستوى. احتياجاتنا لشحن البطاريات وشحن الجوالات، شحن الكشافات، إحنا بنحكي في الجوالات أنت بدك تتواصل مع أحبابك، أقاربك، أهلك، تطمن عليهم، كمان تعرف وضع البلد والحالة اللي وصلنا إلها. وهنا كانت ألواح الطاقة الشمسية الحل الوحيد والأمثل بكتير من المشاكل، خاصة إنه إحنا بنحكي بالليل في مراكز الإقواء أو بالخيام، معنا أطفال صغار، معنا كبار بالسن بدهم يتحسسوا طريقهم، فكانت الطاقة هي الحل الوحيد، سواء الألواح الصغيرة أو الكبيرة، هي مصدر بالنهاية لشحن مصدر الإنارة الوحيد اللي موجود معنا وهي الكشافات. قبل الحرب الأخيرة كانت غزة تعاني أزمات طاقة متكررة، ما دفع العديد من القطاعات الخدمية إلى الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية، حتى صارت مصدراً مهماً يوفر نسبة كبيرة من الطاقة في القطاع. في هذه الحلقة يحدثنا الفلسطيني محمد أبو جياب، الخبير في الشأن الاقتصادي، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في فلسطين، عن حجم المشاريع المعتمدة على الطاقة الشمسية، وذلك قبل الحرب الأخيرة، وما آلت إليه الآن بعد الدمار الكبير الذي عم القطاع. أكيد واقع الطاقة وأزماتها في غزة هو واقع مأزوم، ويعاني من العديد من الأزمات في ظل غياب موارد وإنتاجات الطاقة
ومحدودية إمداداتها في القطاع. نتحدث عن عجز يتجاوز 60% من مجمل الاستهلاك المطلوب والكميات المطلوبة في القطاع، وبالتالي الحديث عن واقع دفع باتجاه تعزيز نمو الطلب على الطاقة المتجددة واستخدام البدائل كالطاقة الشمسية من قبل المواطنين والمؤسسات والشركات وحتى المؤسسات الحكومية والقطاعات الصحية والخدماتية والاستثمارية والصناعية في قطاع غزة. هذه المشاريع توسعت بشكل كبير في القطاع حتى أنها باتت تشكل 50% من غطاء المباني السكنية والخدمات العامة والمصانع في قطاع غزة، هذا وفقا لتقديرات سلطة الطاقة الفلسطينية في القطاع. اليوم في ظل هذه الحرب نتحدث عن تدمير هذه المنظومات بشكل ممنهج من قبل الجيش الإسرائيلي. المدينة الصناعية التي كانت تحتوي على منظومة إنتاج طاقة شمسية 10 ميجا وات تم تدميرها بالكامل. أيضا نتحدث عن منظومات الطاقة الشمسية التي كانت تستخدم على أسطح المستشفيات، أيضا هي الأخرى تم تدميرها بشكل كامل في كل قطاع غزة. أيضا نتحدث عن كل منظومات الطاقة التي كانت تستخدم على أسطح المنازل والبنايات المرتفعة والبنايات التجارية والمخابز والمصانع الأخرى والمشاغل والورش، هي الأخرى أيضا استهدفت بشكل ممنهج وبشكل مباشر من قبل الطائرات الإسرائيلية. وصدر أحد التصريحات الإعلامية من قبل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم يستهدفون هذه المنظومات للطاقة خوفا من استخدام إمدادات هذه الطاقة من قبل الفصائل الفلسطينية. الوضع الحالي اليوم هناك محاولات للبقاء على إمدادات واحتياجات الطاقة من قبل المواطنين باستخدام ما تبقى من الألواح الشمسية سواء كانت المعطلة الجزئية أو السليمة لاستخدامها من أجل الوصول إلى الطاقة بشكل أو بآخر لاستمرار العمليات الحياتية. متابعينا مستمعي بودكاست شرارة، ما ذكره الخبير الاقتصادي أبو جياب يؤكده وكيل سلطة الطاقة الفلسطينية عبد الكريم عابدين. مجموع الطاقة الشمسية التي تقدر بحوالي 70 إلى 75 ميجا وات في قطاع غزة تم تنفيذها قبل الحرب، ولكن للأسف الشديد لم يبقى أي شيء بعد الحرب نتيجة الحرب الدروس التي واجهت قطاع غزة من بيت حنون إلى رفح. مرحبا بكم مجددا. إذن وكما استمعنا معكم، تعرضت غالبية الألواح الشمسية في غزة لأضرار كبيرة، وذلك بسبب القصف، وما تبقى منها يستخدم الآن نقاط شحن للنازحين والأهالي، وذلك بمقابل مادي يدفع ثمنا لمن يمتلكون تلك الألواح. أيضا اتجه تجار خلايا الطاقة الشمسية إلى بيع ما تبقى لديهم من مخزون، وما بقي من الخلايا المتضررة وملحقاتها من بطاريات قيد محاولات الإصلاح على أيدي فنيين يواجهون تحديات كبيرة. يحدثنا عنها محمد العلي، فني تصليح البطاريات في القطاع. يعني ما فيش أي مواد خام نشتغل فيها، لا في بلاكات ولا في بلاستيك ولا في أي مادة بتشتغل تلزم البطارية، مش موجودة. ولكن إحنا بنحاول نساعد الناس، بطارية مكسورة بنلحمها، القطب مقطوع بنقدر نوصله، يعني بأقل الإمكانيات حتى الناس تمشي حالها، لأنه الظروف ما فيش شيء نشتغل ولا نعمل فيه. يعني إلا سنة اليوم نعاني لا شيء جديد في أي حاجة غير الأكل والشرب وبحاجات محدودة بتخش علينا. أعزائي مستمعي بودكاست شرارة، ورغم هذه التحديات يظل إصلاح الخلايا الشمسية المتضررة السبيل الوحيد لتأمين احتياجات نازحي غزة وأهالي غزة من الطاقة. يحدثنا محمد مطر، المتخصص في مجال الطاقة البديلة بقطاع غزة،
عن محاولات الإصلاح والصعوبات التي تواجههم. ما نقوم به هو إصلاح التلف الموجود في الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية تعاني من مشكلتين أساسيتين، المشكلة الأولى هي الكسر العام في طبقة الزجاج، والمشكلة الثانية هي وجود قطع في هذه اللوحة. يتم صيانة جزء أو إعادة توصيل الجزء المقطوع من هذه اللوحة، تم هذه الخلايا العمل مرة ثانية لكن بنسبة أقل من كفاءة كلية. كفاءة اللوحة بعد الصيانة تقريبا من 30-40%. الجزئية الثانية وهي المعضلة الكبرى هي عدم وجود كنترولر أو شحه في البيئة الفلسطينية حاليا. تم اللجوء إلى خفض جهد اللوح عبر إعادة توصيله من الداخل بطريقة أخرى. الجزء الأخير وهو جزء تحويل الفولت من داخل البطارية إلى كهرباء AC ليتم فيه شحن البطاريات أو شحن الجوالات مرة أخرى. هذه الجهاز أو المسمى إنفيرتر غير متوفر بشكل كامل أو شحيح جدا في هذا السوق. تم اللجوء لبعض الإجراءات العكسية عبر استخدام شواحن 6 أمبير التي يتم استخدامها في شحن البطاريات تقوم بعمل بشكل عكسي. ويطلعنا أيضا أكرم علي، فني إصلاح البطاريات، على الصعوبات التي يواجهها في أثناء محاولات الإصلاح وإعادة التدوير. تصليح البطارية اليوم صار صعب شوية. إحنا اليوم اللي بنعمله بنصلح البطارية بنقدر بس نحط لها أسيد اللي هي مية تزيد الشحنة وتمسك الشحنة موقت، بس مش عطول يعني، كمان مش قوية كتير، بس بتعود على الوضع اللي احنا فيه. عشان فيش يعني، هي صارت الأساس الحياة عندنا، أهم حاجة البطارية صارت الأساس الحياة. ما تشايف فيش كهرباء مش موجودة بالمرة، صارت لقيت الناس تيجي تقطع مسافات عشان تشحن البطارية أو تشحن الجوال عشان يضوا على حالهم ويكلموا بعض في الجوالات. اليوم احنا بيجي هنا بقول بطاريتي صارت بطلت تضوي، صارت ضعيفه ما بتطولش، نحط له اسيد، في منها يمسك ويضل شغال وفي منها زل زي ما هو ما يقدرش. اما نفتح البطاريه ونعملها فيش امكانيات وفيش قطع، كان يجينا بلوكات من برا، يجينا قطع صناديق اسيد، اليوم ما فيش، كله هذا مش موجود. اليوم انقطع بالمره، يعني نادر لما تلاقي عند واحد اسيد كمان للبطاريات انك تعبيها. أعزائي مستمعي بودكاست شرارة، مرحبا بكم مجددا. لا تزال معاناة نازحي غزة مستمرة، فالأسر التي لا تستطيع شراء وحدة طاقة شمسية التي بلغت قيمتها حوالي 3000 شيكل أي ما يعادل 800 دولار تضطر لشحن هواتفها وأجهزتها بمقابل مادي من خلال نقاط الشحن المنتشرة في القطاع. أحدثنا سالم شفير أحد أصحاب هذه النقاط عن تجربته مع النازحين. إحنا بنشحن جوالات، بيجوا ناس معهم شواحن نشحن لهم الجوال بشيكل، بيجوا ناس معهم الشواحن نشحن لهم الجوال باثنين، بدل ما يجيبوا طاقة مثلاً ب2000 و3000 بيجوا بشحنوها أنا، بنقعد تقريباً 200 جوال 100 جوال. يشكل شحن الهواتف والأجهزة من خلال نقاط الشحن عبئاً إضافياً على النازحين، سواء من حيث التكلفة أو من حيث الانتظار لعدة ساعات. عن تجربته الشخصية ومعاناته اليومية يحدثنا النازح منذر نحل. طبعا احنا بنعاني كتير في موضوع شحن الهواتف في قطاع غزة، خاصة بعد موضوع انه ما فيش متوفر كهرباء، فبنضطر نروح نشحن في نقاط شحن. طبعا موضوع نقاط الشحن هذا موضوع مكلف كتير، يعني لو الواحد عنده جوال او اثنين او معك بطارية اللي هي اللي بتضو فيها بالليل للذات، فالموضوع هيكلفك كتير، يعني يوميا تقريبا بدك تدفع لك 10 شيكل على الجوالات والبطارية. غير هيك الموضوع ما فيش فيه أمان، يعني أنت بترمي جوالك في خيمة أو في كشك عند ناس أنت ما بتعرفهم مش، وبتسيبه بالساعات عشان يشحن. فممكن أنت بالوقت هذا حتى يعني أنه بيجيك اتصالات، ناس بتتصل عليك أنه تطمنوا علينا، أو ممكن شغلات طارئة، حدا بده إياك في موضوع طارئ ما بيقدر يوصل لك. وهذا طبعا كلها مشاكل ومعاناة احنا بنعاني فيها بشكل يومي. أعزائي مستمعي بودكاست شرارة، وصلنا معا إلى ختام حلقتنا. استمعنا فيها
إلى قصص صمود الغزاويين وإبداعهم الذين حولوا أكثر الموارد المتاحة بساطة إلى مصادر طاقة تلبي احتياجاتهم الأساسية البسيطة. استطاعوا تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب الضروس التي يعيشون تحت وطأتها، وبرغم الصعوبات يبقى الأمل معقوداً على قدرة المجتمع المحلي على استنباط حلول مبتكرة من قلب الأزمة لتستضيء من شرارة الأمل حياتهم. الاستقرار المنشود لن يتحقق إلا بوقف الحرب، على أمل بناء قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، كما يتمنى عبد الكريم عبدين وكيل سلطة الطاقة الفلسطينية. كل ما أتمناه هو السلامة للجميع، والله يحمي شعبنا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نقوم ببناء قطاع غزة مرة أخرى. نتمنى لهم السلامة، ونتمنى لهم دائما حياة أفضل من هذه الحياة في أسرع وقت ممكن. هذه الحلقة من إعداد باسل العطار، مراسلي شبكة العلوم والتنمية sidev.net في قطاع غزة. كان معكم عبد الرحمن البسيوني. شكرا لكم مستمعي بودكاست شرارة. تابعونا في الحلقات القادمة لاكتشاف المزيد من القصص الملهمة من قلب الأزمات، ولا تنسوا متابعة صفحتنا على فيسبوك شرارة لمزيد من التحديثات والتواصل. شكرا لكم مستمعي بودكاست شراره.